حقيقة الزملاء المنظمين إن كانوا في الخدمات الاجتماعية أو إن كان مقاول عقد الامتياز حقيقة طاقم جديد وأضافوا كذلك للتنظيم لمسات جديدة أعطت التنظيم حقيقة المزيد من الفعاليات التنوع الأفكار الجديدة اللي لمسناها حقيقة على كثير من حضور الملتقى ومن خلال الرسائل اللي صارت توصلنا بشكل منتظم من خلال المشاركين في الفعاليات والثناء الكبير اللي وصل من عدة جهات حقيقة. نرجوه حقيقة والزملاء معاي المنظمين والمساندين المجهود اللي بذلوه في العشر الأواخر في رمضان وكذلك في أيام العيد والعمل المستمر إنه طبعا هذا الإرهاق والتعب ينزاح فقط عندما نرى ابتسامة على شفاه طفل أو على شفاه رجل أو على شفاه شاب مستمتع بهذا المكان، فهذه طبعا يبدد كل التعب والإرهاق اللي ممكن يشعر فيه فريق العمل اللي كان موجود على أرض الواقع. كيف المهرجان؟ والله مرة حلو. مرة؟ مرة حلو. كيف مهرجان عيد فرحة في الهيئة الملكية بينبع؟ حلو. كيف مهرجان العيد فرحة؟ مرة رائعة. كيف المهرجان؟ رائعة.